أهم الغزوات روا أدمسنا زدينا وصاروا فانتسيكتا سبع غزوات مش أدمسنا نكفيت هذه أهم الغزوات روزانا جنسان دعات زدينا صاروا فانتسيكتا بدر زانين كيران بدر وهذه أول غزوة انتصر فيها أهل الإسلام يزن كيران بدوانا إزينا بسين وغب الإسلام ثم بعد هذا أحد عن فاروا غزوة أحد حتى تتعلم الأمة أن المعصية وإن كانت قليلة قد تؤدي إلى أمور عظام. أمي كيران موتو جد يعني سامبي نارمني بيجي نادي ما بيان كابو بابي إسلام زانوي نادي فوتا ما كيلاس دي ميتي هي كيلاكا وبتاعس بيبادزان. الخندق أو الأحزاب. ني كيران خندق نن أحزاب. ثم فتح مكة. عريا منارك زان فتح مكة نني ننتقل من مكة وخيبر ني كيرن خيبر وحنين لأهل الطائف ني كيرن حنين تمديل هوغا طائف والحديبية عريا ني غزوة الحديبية كيرن الحديبية هذه سبع غزوات أهم الغزوات وإلا فغزوات النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى 27 أو 29 غزوة زمين روزان روفيترو تنا زابنا ستنا ويت سارا وايت سيك زانا مني كيرا زديس تبنان رسول صلى الله عليه وسلم لا دي سارا زانا بفانتا كفا ني كيرا زدينا نتو رسول صلى الله عليه وسلم ديما هتاتا نبن سيتنا بن بيت كيرا نعم